السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته، لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في هذا الفيديو سأشارك معكم آخر أخبار محترفينا المتعلقة بهذا اليوم. وإذا كنت تشاهدنا للمرة الأولى، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. وأبدأ لكم بالدور القطري، أين شهدت هذه الجولة الأخيرة في هذا الدور أعزائي المشاهدين سيطرة جزائرية من ابني المنتخب الوطني الجزائري والصديقين كل من بغداد بنجاح ويوسف البليلي. طبعا بغداد بنجاح حطم الأرقام القياسية في آخر مباراة له أمام يعني السيدية، حيث فريقه تفوق على هذا الفريق الصدر القطري أمام السيدية بثمانية أهداف مقابل ولا شيء. وعاد هذا اللاعب الجلاد والسفاح القطري لهوايته المفضلة ألا وهي تسجيل الأهداف، وذلك بأعداد كبيرة. بين قوسين لقد شاهدناه سجل 7 أهداف في مباراة واحدة يعني في أيام مما مضت، ولكن ها هو الآن يبصم على سوبر هاتريك جديد مع فريقه الصدر القطري، ولكي يصبح رسميا هو هداف الدوري القطري متفوقا على زميله يوسف البليلي. طبعا أعزائي المشاهدين صديقان بينهما صداقة كبيرة، وتفوق هذا الأخير على زميله يوسف البليلي. بينما أعزائي المشاهدين يوسف البليلي هذا اليوم أيضا سجل هو هدف، يعني هذا اللاعب يعني مهما كانت الظروف يسجل ويقدم تمريرة حاسمة، المهم لا يخرج خاوي الوفاض. فما شاء الله عليهما كليهما. نادي قطر القطري تفوق ب3 أهداف مقابل هدف وحيد لنادي الخريطيات، وطبعا سجل يوسف البليلي كما قلت لكم هدف وحيد لكي يصبح رصيد أهداف يوسف البليلي 11 هدف، بينما بغداد بنجاح 12 هدف. ويمكن أن يوسف البليلي في قادم المواعيد يتفوق على يعني زميله بغداد بنجاح ويصبح هو أيضا في الصدارة. فبعد المباراة مدرب تشافي هيرنانديز مدرب الصدر القطري عن بغداد بنجاح صرح قائلا: بغداد بنجاح يعمل بقوة ويستحق تسجيل السوبر هاتريك اليوم، وأتمنى له مزيدا من التألق هو وبقية اللاعبين. وأيضا كانت هنالك يعني العديد من الإشادات هطلت على هذا اللاعب وتساقطت على هذا اللاعب بشكل كبير بعد السوبر الهاتريك الذي قدمه هذا اليوم. الإشادة التي أريد أن أتكلم عليها وأسلط عليها الضوء هي من إعلامي ومعلق فرنسي الملقب ب كما تشاهدون تانغاي. هذا المعلق أعزائي المشاهدين صرح قائلا: أنني أريد أن أرى هذا اللاعب يعني بغداد بنجاح في الدوري الأوروبي أو في أوروبا كلاعب محترف. وأيضا صرح قائلا ويعني بعث رسالة لفريق أولمبيك ليون الظاهرة أمامكم الذي هو يبحث عن تدعيم صفوفه برأس حربة، مؤكدا أن بغداد بنجاح هو الخيار الأفضل. وقولوا لنا أعزائي المشاهدين رأيكم في صندوق التعليقات، هل هذا اللاعب يصلح للدور الأوروبي أو في أحد الأندية الأوروبية، أم بقاؤه في الصدر القطري أحسن لهذا اللاعب؟ ولكن إمكانيات هذا اللاعب حسب رأيي الشخصي يعني يستطيع أن يذهب بها بعيدا مستقبلا. وننتقل الآن إلى يعني الخبر الذي وصلني من متابعي قناة وليد هوب، والسؤال الذي وصلني صراحة من متابعي قناة وليد هوب ومن السوشيال ميديا الظاهرة أمامكم. فمن أراد التواصل معي فمرحبا بكم، سأرد على جميع أسئلتكم. في الأونة الأخيرة أمير غويري قد يعني صنع الحدث بحذفه لعلم المنتخب الفرنسي وانتسابه للمنتخب الفرنسي عبر حساباته الرسمية مثل الانستغرام، وطبعا هذا أعطانا تلميحا أنه يريد تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. وقلتم لي أعطينا رأيك في هذه اللقطة من أمير غويري وما فعله هو هذا التلميح. المهم لاعب آخر من الدوري الفرنسي ولاعب المنتخب الفرنسي للفئة الشبانية، هذا اللاعب أيضا ملقب ياسين عدلي، عمل نفس الشيء مثل ما فعل يعني أمير غويري وحذف من حسابه الرسمي يعني علم فرنسا وانتسابه إلى المنتخب الفرنسي للفئة الشبانية. فبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين قلتم أيضا لي أعطينا رأيك حول هذا الموضوع. رأيي سيبقى ثابت، رأيي سيبقى ثابت هو أنه بما أنهم حذفوا العلم الفرنسي يعني هذه إشارة أنهم يريدون تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. ودائما كنت أقول لكم ممكن وليس رسميا ممكن أن هؤلاء اللاعبين الشبان يعني راح يتعلموا من الغلطة التي اقترفها حسام عوار في يعني في سابق المواعيد. يعني راكم شفتوا ماذا حدث لحسام عوار أول مباراة له، رغم أنه كان متألق لقب بالعجوز وهطلت عليه العديد من الانتقادات، وقد ديدي ديشامب استبعده من القائمة الرسمية.
فربح غير العيب. فهؤلاء اللاعبين ممكن أنهم سيقتدوا وسيتعلموا من غلطة يعني حسام عوار، فحسام عوار أفضل منهم، من هؤلاء اللاعبين، من أمير غويري وأيضا من ياسين عدلي، فلهذا يعني ما راحش يلقاو مكانة مع المنتخب الفرنسي، وظن باللي أنهم ما راحش يستدعوا في قادم المواعيد، فهذه إشارات أنهم يريدون تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، خاصة أن هذا اللاعب ياسين عدلي فعل نفس الشيء مثل ما فعله أمير غويري، وذلك لأنهم يعني على اتصال دائم مع بعضهم البعض كما تشاهدون في هذه الصور تجمعهم بين بعضهم البعض. ومتأكد يعني حسب رأيي الشخصي والمتواضع أنهم تكلموا في هذا الموضوع، وممكن أنهم راح يجوا للمنتخب الوطني الجزائري ومثل المنتخب الوطني الجزائري، لأن جمر بالماضي اتصل بالعديد من اللاعبين، ولكن يعني لحد الآن لا يوجد أي شيء رسمي، فقط هذه تبقى تلميحات من هؤلاء اللاعبين. والكلمة الشهيرة اللي باغي يجي مرحبا به، واللي يرفض المنتخب الوطني الجزائري إلى أي وجهة أخرى ربي سهل عليه، ما نحتاجوش احنا، ما دابينا الإضافة، ولكن إذا أدرت وجهك على المنتخب الوطني الجزائري فربي هنيك وربي سهل عليك. وطبعا الآن ننتقل إلى خبر مغاير عن أندي ديلور الذي فجر بتصريحاته السوشيال ميديا الأخيرة أعزائي المشاهدين بتصريحات جميلة عن المنتخب الوطني الجزائري، وكشف لنا يعني مدى تعلقه بالمنتخب الجزائري، وأيضا كشف لنا يعني سبب تألقه في الآونة الأخيرة حيث أصبح من أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي ليغ أ، حيث صرح أعزائي المشاهدين لموقع وأيضا صحيفة ليكيب الفرنسية أنه يعني ولقب نفسه بالبوزلوف في بداية الأمر، لقب نفسه بالبوزلوف، ومن بعدها باشر في الكلام حيث صرح قائلا: في السابق لم أكن أتجرأ على ضرب الكرة برأسي يعني في غالب الأحيان، لأنني لم أكن مقتنعا بقدرتي على التسجيل بهذه الطريقة، يعني ما كانش مقتنع أنه يسجل برأسه إلا بعد المنتخب الوطني الجزائري. وصرح قائلا: ولكن تمكني من هز شباك مع المنتخب الجزائري أمام زيمبابوي في التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا برأسية محكمة من مسافة بعيدة نسبيا أدخلني في عالم جديد ومتغير تماما، بعد مواجهة زيمبابوي وعودتي إلى فرنسا أصبحت أسجل وأقدم تمريرات حاسمة برأسي بشكل عادي، وهذا يعود للثقة المطلقة التي اكتسبتها رفقة المنتخب الوطني الجزائري. وصرح قائلا في نفس السياق: الأهداف التي سجلتها مؤخرا لم أكن لأسجلها في أي وقت مما مضى لولا ما فعلته مع المنتخب الوطني الجزائري بلادي، وهذا أمر أفتخر به كثيرا. يعني ما شاء الله عندنا هذا اللاعب يلعب في الدوري الفرنسي ومن اللاعبين المتألقين والذي تتهاطر عليهم الإشادة في هذا الدوري. المهم يعني صرح باللي أنه المنتخب الجزائري هو الذي أعطاه يعني ثقة أكبر في نفسه ولكي يصبح يلعب برأسه أكثر من أقدامه. ولدي كلمة أود أن أقولها، ألا وهو أن الجمهور الجزائري الفريد من نوعه والذي أقدم له تحية كبيرة هو من تفاعل مع هدف أندي ديلور في مواقع التواصل الاجتماعي والذي أعطاه يعني تحفيز معنوي أكثر، فهو الآن يعني أصبح من اللاعبين الأوائل في الدوري الفرنسي، وكل هذا سيكون شيء إيجابي للمنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد. وبما أننا تحدثنا عن هذا اللاعب وتحدثنا عن بغداد بنجاح في يعني في موضوع قبله، قولوا لنا أنتم في صندوق التعليقات حاليا من هو أفضل لاعب يعني في حسب رأيكم الشخصي تتمنوا أن تروه يعني في قادم المواعيد في التشكيل الأساسي وكلاعب أساسي مع المنتخب الوطني الجزائري. أعلمونا ذلك أعزائي المشاهدين في صندوق التعليقات، هل هو اللاعب أندي ديلور أم بغداد بنجاح السفاح القطري؟ وننتقل إلى خبر موالي عن جمال الدين بالعمري الذي يعيش أزمة وراء أزمة مع يعني مع ناديه، نادي أولمبيك ليون. فكما تعلمون ليلة أمس لعبت مباراة يعني أولمبيك ليون أمام لانس وانتهت بثلاث أهداف مقابل هدفين لنادي لانس، وطبعا جمال الدين بالعمري أتيحت له فقط دقيقتين من عمر المباراة لكي يدخل كبديل في تلك المباراة، يعني مثله مثل رياض محرز الذي أهانه بيب غوارديولا أمام نادي تشيلسي وأهداه فقط 5 دقائق، إلا أن هذا اللاعب أهداه فقط دقيقتين بعدما أن كان غير أساسي في العديد من المباريات. المهم أعزائي المشاهدين، بعد دخول هذا اللاعب مباشرة يعني جمال الدين بالعمري مباشرة سجل فريق الخصم هدف عليهم، وطبعا صحيفة ليكيب الفرنسية يعني انتقدت قرارات غارسيا بالتعويل على جمال الدين بالعمري في نهاية المباراة ووصفته بالخيار الخاطئ، كون اللاعب الجزائري لا يوجد لاعب في الخطة تتضمن 5 مدافعين، وهو ما جعل خط الدفاع ناديه يعاني في اللحظات الأخيرة للمواجهة ضد لانز. وطبعا هذه الانتقادات ستطور من يعني ما يعيشه هذا اللاعب مع ناديه، وطبعا ستجعله في أزمة حقيقية. فطبعا حتى هذا اللاعب صرح في الأونة الأخيرة أنه سيبقى مع نادي أولمبيك ليون حتى يجد المكانة الأساسية، ولكن يعني دقيقتين مع نادي أولمبيك ليون صراحة
ليست بالوقت الكافي لهذا اللاعب، فنحن نريد أن نرى جميع لاعبي المنتخب الوطني الجزائري مع أنديتهم متألقون وتتاح لهم فرص أكثر، يعني مثلما ندافع على رياض محرز ندافع حتى على هذا اللاعب الذي هو مهمش بطريقة يعني مبالغ فيها، يعني على الأقل يلعب نصف شوط، على الأقل يلعب مرة كلاعب أساسي وليس دقيقتين ومن بعدها ينتقدوه. صراحة هذا اللاعب يعني يحتاج الدعم من الجماهير الجزائرية والمواساة من الجماهير الجزائرية، ليس مثل البعض في الآونة الأخيرة يعني كان يسب هذا اللاعب ويشتم هذا اللاعب في السوشيال ميديا، وحتى جمال الدين بالعمل صرح بنفس الشيء. فتمنياتنا لكم أن تدعموا هذا اللاعب الذي يمر بفترة حرجة مع ناديه أولمبيك ليون. وكان هذا فيديو اليوم، فقولوا لنا أنتم يعني في صندوق التعليقات ما رأيكم حول هذه المواضيع، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.